طاجن دبابيس الفراخ. بصوا يا شباب، انا معايا دبابيس طبعا ممكن نستبدلها بالاوراك، مفيش مشكله خالص لو في وراك اوكي. نص فرخه يعني مفيش مشكله، عايزه انت تجيبي فرخه كامله وتقطعيها وتعملي فيها كده عادي. انا هنا معايا دبابيس الفراخ. هنحتاج بصلايه كبيره متقطعه شرايح، فصين ثلاثة من الثوم، او مش لازم تكون متقطعه شرايح، احنا هنحط كل حاجه في الكبه دلوقتي، اللي هي ايه؟ البصل، فلفل رومي اخضر واحمر او ممكن اخضر بس، ثوم مفروم، معايا كمان معلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم او ممكن 3 معالق حسب كميه الفراخ اللي انت هتعمليها، معايا معلقتين كبار من الصويا صوص، معايا كمان معلقه كبيره من المستردة، ملح وفلفل، معلقه صغيره من السبع بهارات، معايا مكعب مرق وتقريبا ربع كوبايه من الزيت. انا معايا هنا الكبه، هبتدي بقى احط فيها البصل كده، وهنحط كمان الفلفل الالوان كده اهو، ومعانا كمان الثوم 3 فصوص كده ولا حاجه من الثوم، هنحط كمان مكعب مرق، صلصه طماطم، معجون صلصه طماطم تقريبا معلقتين كبار ولا حاجه او ممكن 3 معالق زي ما انتوا عايزين، وهنحط كمان المستردة، معلقه كبيره من المستردة كده، ومعانا كمان السبع بهارات والصويا صوص وملح وفلفل، ملح وفلفل وربع كوباية زيت. بس كده، ونضرب الكلام الحلو ده مع بعضه في الكبة. بسم الله. هجيب صينية بقى علشان نعمل فيها الدبابيس دي، وليكن الصينية الحلوة دي طبق بايركس او صينيه تكون بتدخل الفرن. معايا شرايح، مش شرايح، صوابع كده مكلبظه وتخينه شويه من البطاطس زي ما انتم شايفين كده، وبقشرها مغسوله كويس جدا ومتقطعه، ومعايا كمان جزر، شرايح كده برضو من الجزر، بس كفايه كده. هرش ملح وفلفل كده خفيف خفيف مش كتير، التتبيله برضو هتيجي عليهم يعني، فلفل، وهحط التتبيله الحلوه دي على دبابيس الفراخ لوحدها هنا كده في بوله، كل دبابيس الفراخ الخطيره دي انزل عليها ايه بالتتبيله الحلوه اللي احنا عملناها مع بعض في الكبه. ناخد بقى الدبابيس دي نبتدي بقى ايه نحطها كده، ولسه كل الخلطة دي برضو هنغرف منها كده، تعالوا نحط منها كده هنا على البطاطس. بس كده يا جماعة، خطير، بيطلع شكله يجنن وطعمه تحفة، بيدخل يستوي ويتشوي، والبطاطس هتلاقوها استوت وكل الحاجات استوت وتبقى رهيبة.